لقد شجعني على تسجيل هذه الأسطوانة الصديق العزيز خوان فريج، وقامت على لفقته الخاصة. وهذه القصيدة التي أغنيها الآن قد أهداني إياها المرحوم الشيخ إلياس زخريا من المكسيك. سألوني كيف تبعدهم، وأنت أعطف مخلوق وإنسان، أجبت من سألوني كيف تبعدهم وأنت أعطف مخلوق وإنسان. علي دين، علي دين، أريد اليوم أدفعه، وليس ديني سوى حبي لأوطاني. علي دين أريد اليوم أدفعه، وليس ديني سوى حبي لأوطاني. Thank you.
أرسلت أول قسط خير ما ملكت يداي من لؤلؤ غال ومرجاني أرسلت أول قسط خير ما ملكت يداي من لؤلؤ غال ومرجاني غلطت إن الليالي عابها ثمن غلطت إن الليالي عابها ثمن أما لآلي أما لآلي أما لآلي لا تشرب أثماني. ليش 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 زعلان
Thank you.
ربيتك صغيري ويا ما بدلالك زاد تعتيري سقيتك دموع العين سقيتك دموع العين بدل المي حتى بالي تظهر كبيري Yeah.
هذه قصيدة نظم الشاعر جان زلاقيت. صامت
والدمع كيف ذرفته يتكلم لا أستطيع به البواح فإن من أهواه لا يشكو ولا يتظلم
يا روحي بالسب يمينك عفراشي مطروح حشبني رهينك توعدني وبتروح يا عيني ومبتوف بوعدك خليني بقربك قلبي بيحبك تعرف من عيني الغزلان الواردة عالمي يا منبع الخلان يا صبايا الحي يا عروس لبنان يا شمس بعلبك خليني بقربك قلبي بيحبك تعرف من عيني
Thank you.
افتكر غازي القدس تهنى وضعنا عن دروب الهدى ويقلب وضعنا نسقنا على الأحرف وضعنا نقاتل المجد والنصر إطرانا يا باي باي يا باي يا باي